بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند جزانجو إسلام أفريقيا مشاريك نكاتي تبيتو أليو نكتوك وزارة وقف يا مصري نميمني أيما الأصر شوكي كوش الأزهر سيوم يلوغ زكي أفريكا نتبهيني كوانواني أموجا وكتايفا ديونجو وزاكي وحدة الوطن سبيل قوته. الحمد لله رب العالمين سفزات جيما نزاكم نزمونجو بتكوفو ملم ليزي وفي أم بفيوتا أنا إسامة كده كتاب تشاكي كتكوفو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نشي كميني كوكامبا يا منزمون قنيوتي بموجا ولا مسيفاري كيانا نانينا شهودية كوامبا حكونا مونغو منجينا أنا إستهيك كوابديوها كوا حكي سيبكو منزمون قبتكوفو ملم ليزي وفي أم بفيوتا نانينا شهودية كوامبا بنويتو محمد نمتومي ومنزمون صلى الله عليه وسلم. أما بعد حقيقة تمويت صلى الله عليه وسلم على كوجا نا أجومبا ونا ولنغانية أموجا نا إمجونغليانا بين أواتو نا بين أيتو نا أجومبا هو أوكازوئيا مغوانيكو نا إمباسوكو بين أيتو أوكا وكساني ورابو وليو وامي باراغانيكا نا كوافانيا واوي أم موجا نمتومي صلى الله عليه وسلم أكا وافانيا واوي ندوغو بين أو كوان دوغو وإيماني ناكزي فنغمانيشا نيويوزا كوان فنغمانيشو ناكو جنجليانا ناكو زويانا أم بابا نسيما منيزو منكم تكوفو إنما المؤمنون إخوة حقيقة وأميني نندوغو نانا نسيما وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ناكا زي أونغا نيوزاو نلاويوي أونغيري توا نيو فيوتي في اليوم ودنياني وسينجيلي ويزا كوزي أونغا نيوزاو لكن من زمونغ ندي علي وأونغانيشا حقيقة يا ندي متكوف ومويني نقوفو نمويني هكيمة في الفيلم تومي صلى الله عليه وسلم أمي تو أمريشا تو بنداني نا تهرمياني ناكو هسياني هروما كسيما صلى الله عليه وسلم انفانو وميني كتيكا كوبنديانا كواو ناكو هرميانا ناكو هسيانا هروما نمفانو وميل موجا بيندي كونغو كي موجا كنا بوهيسي موميبو باسي ميل مزيما هو انقوليا كوا كوكيشا نا كوا هما اتنبوليكيا كوا مغنجليانا هو هاو جائشيا كوا وإسلام توبك ياو بالي ونجمعيشا وتواتي كوا جملة يعني وتواتي دنياني أنا سيما منيزو منك تكوفو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إني واتو أكي كسيسي تميكون بإني كتكاننا ونمومين ونامك ناتمي كجاليني كواني مطايفة نام كبيرة إليم جواني أكي كيية أليم تكوفو زايد كاتيينو كوا منيزي مونغو ني هويو أليم شامونغو زايد كتكانيني حقيقة منيزي مونغو ني مويني كجوا ومويني خباري وهيبي يوم ديفيو قرآن تكوفو اللي بيثبتيشا بالي اللي بزنغمزيا ندوغو واكي بنادامو بين يميتومنا وناوي وبينغا كتيكا إيمان ياو ناكو أجيلي هيو أنا سيما من زمونغو بتكوفو وإلى عاد أخاهم هود ناكو عادي تولمبليكا ندوغو ياو هود وإلى ثمود أخاهم صالح ناكو ثمود تولمبليكا ندوغو ياو صالح نبيه إلى مدين أخاهم شعيب ناكو واتو ومدين تلمتوما ندوغو ياو شعيب نانا سيما بعدا يوم نزمونكم تكوفو كتاجة سيموليزي زا ميتومي ولا يتنقلية أنا سيما وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نكو يكينه أم وينو ني أم موجة نمي من مولا وينو مليزي باسي نتشيني ميمي جنبا مبالو هلين الشاكة يوتي نكوانبا وإسلامو كولينغانية وموجا نا كوكوسانيا كوكسانيكا نا كوبينغا مغوانيكو نا وشويو نموجا كاتيا سباب مهم زا سانا زا كوليندا نغوفو يا طايفا نا أماني يا جميع كوان امتو يوتي حتى كاما اتاكوا نا نغوفو كياسي غاني لكيني كاتيكا جميع نيونغي حكيكا امتو هويو اتاندليا كوا منيونغي تو نا بيا اوباني ومنجينا امتو يوتو انا بكوا منيونغي كاتيكا جميع ياني نغوفو باسي atapata nguvu hiyo tukutukana na jamii yake anayoishi ndani yake na kwa hivyo Uislamu umeinua thamani ya utaifa na kusisitiza kuwa nchi
ni yawote na yeye pia kwao ni kwa wote. Uislamu pia umenyanyua juu thamani ya kazi kwa kushirikiana na ukaufanya umoja wa watu na kuunganisha juhudi na kupinga vita tofauti kuwa ni wajibu wa umma bila kujali wakati au sehemu. Na jambo hili Mwenyezi Mungu mtukufu ameliamrisha katika Qur'ani tukufu kama kitia kauli yake, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikameni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja wala msifarikiane. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anakurizieni vitu vitatu na anachukia vitu vitatu. Anakurizieni yafuatayo: mumuabudu yeye na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote, na mshikamane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu mtukufu nyote, na wala msitengane. Na chukia kwenu vifuatavyo: usambazaji wa maneno ya simwayo, kuuliza maswali mengi na upotezaji wa mali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa mifano ya umma katika umoja wake na mshikamano wake na kutiana nguvu kwake kutia jengo lililo imara. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, muumini na muumini mwenzake ni kama jengo lililo imara, linajiamarisha lenyewe kwa lenyewe, na akavishikamanisha vidole vyake. Na Qur'ani tukufu imetutolea mifano ya umoja iliyopelekea kuilinda nchi na amani na jamii. Na kutokana na hayo, mtume wetu Yusuf alayhisalam pale alipoandaa mkakati wa ulipoanganika watu wote wakashirikiana na wakawa pamoja nyuma ya lengo lao. Ni kama katika Qur'ani anasema Mwenyezi Mungu tukufu kwa kauli ya mtume wetu Yusuf alayhisalam, قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أكسيما تليما مياك سابك وجهودي متأشفونك وتشيني كتيك مشوك ياك يسيبكوك داوغو متأشوكولا kisha itakuja baadaye miaka saba ya shida itakayokula kile mlicho iwekea isipokuwa kidogo mtacho kihifadhi. Kisha baada ya hayo itakuja mwaka ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa na watakamua. Uislamu vilevile umelingania na kuhimiza katika kila jambo linalokuwa sababu ya umoja wa kujipanga na kukusanyika. Na ukalingania rema ulaini na upole, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fazzan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlika fa'afu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini kwao, na laungeli kuwa mkali mwenye nguvu ngumu bila ya shaka wangali kukimbia. Basi wasamehe na waombee maghfira na shauriani nao katika mambo, na ukisha katika kata shauri basi mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu hawapenda wanaomtegemea. Kwa hivyo rehema ulaini na upole na kurimiana ni sababu ya kuunganisha na kujongeleana kwa moyo. Hakika wajibu wa wakati na fikhi ya vipaumbele vina wakati vinawataka wananchi wote wenye nia njema na nchi na wenye kuyatambua mazingira ya kipindi hiki wasimame wote kwa pamoja mpaka wafikie kiwango cha juu cha uchapachaji kazi, kila mmoja katika nafasi na nafsi yake. Kwa hivyo na kwa hiyo watu wa tiba wafanye wawezavyo kwa ajili ya nchi yao, na pia watu wa sheria wafanye kazi wawezavyo kwa ajili ya nchi yao, na vile vile watu wa uhandisi, watu wa kilimo, watu wa elimu na popoze zingine zote ni na viwanda kwa ajili ya kustawisha moyo wa utendaji na kutoa
na huyo anafanya kazi kwa mikono yake na yule anatoa mali yake na huyo anawafundisha watu kwa ajili na kwa njia hii kila mmoja anatumia nguvu zake na vipaji kwa ajili ya kuitumika nchi yake. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Yeye ndiye aliyeizalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki zake, na kwake yeye ndiyo kufufuliwa. Na anasema pia Mwenyezi Mungu mtukufu, faidha qudiyat as-salatu fantashru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika nchi, mfuateni fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Na mwisho wa hotuba yetu ya kwanza, ninasema kauli yangu hii na ninajiombee mimi na kukuombeeni nyinyi msamaha kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndugu zangu wa Islamu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sifa zote ni jema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu. Hakika mfuatiliaji mzuri wa matukio ya historia atagundua ya kwamba kuwagawanyika na kutofautiana ni moja kati ya sababu za kushindwa na kuwa na unyonge. Na Qur'ani tukufu imetutahadharisha na hayo pale aliposema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum albayinat wa ulaika lahum adhabun azim. Wala msiwe kama wale waliofarikiana na kukhitalifiana baada ya kuwafikia moja na hoja zilizowazi, na hao ndio watakao kuwa na adhabu kubwa. Na anasema pia Mwenyezi Mungu, wala tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin. Wala msizuane mkakaingiwa woga na zikapokutea nguvu zenu, na subirini, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri. Vilevile mgawanyiko na kutokuwa na kauli moja huondosha nguvu na umma na kuuthirisha na kurisha unyongo na udhaifu. Na inatosha kuonywa kuhusu kugawanyika kwamba mtu yeyote atakayekufa katika hali hiyo atakuwa amekufa kifo cha kijahilia, yani kifo cha zama za kabla ya Uislamu. Na kwa ajili ya hiyo, Uislamu umepiga vita bila na kila aina ya mwenendo ambao unaweza kuleta mgawanyiko na hitilafu. Kwa hiyo unaoona Uislamu unakataza upaguzi ambao ndio athari miongoni mwa athari za kasumba za kijahilia zinazotajwa vipaya. Akasema Mtume sala Allahu alayhi wasallam, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amekondosheni nini kiburi cha kijahalia na majigambo yake kwa maabudu na maabudu muumini mcha Mungu na muovu jeori. Nini ni kizazi cha Adamu alayhi salam, na Adamu anatokana na udongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha pia kwamba watu wote ni sawa katika haki zao na wajibu wa kila mmoja wao. Na anasema Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, enyi watu, tambueni kuwa Mola wenu mlezi ni mmoja na baba yenu ni mmoja. Mtambue ya kwamba Mwarabu sio bora kuliko Mwajemi, na Mwajemi sio bora kuliko Mwarabu, na wala Mwekundu sio bora kuliko Mweusi, na Mweusi sio bora kuliko Mwekundu isipokuwa kwa ucha Mungu. Ewe Mola wetu, tuunganishe tuwe wamoja na uziongeleshi nyoyo zenu na utuwafikishi kwa yale unioniyerizia, na uturuzuku nia njema kwa mioyo yetu kwa kauli ya na kwa vitendo, na uilinde nchi yetu na uiperushe bendera yake ulimwenguni. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.